يسعد أوقاتكم حبايبي بالورد والفل، وخير الكلام ما قل ودل. رح أروي عليكم اليوم حكاية بتمزع العقل عن صبي شاطر وحربوق وفحل، وعن شهبندر التجار ربي واشتغل. وبيوم من الأيام شاف معلمه الشهبندر ضجران، وما كانت من عوايده يمل أو يكل، والله رازقه خيرات وخير ومال مستحيل يقل. سأله الصبي عن حاله، قال له الشهبندر: رح خبرك بسر إلك أنت دونا من الكل. مرتي طبخة على قده، وطباخي كبر كرشه وصار مثل الطبل، إي والله ما عم أنبسط بلقمة أكل، كل النكهات مثل بعضها، من سفرة البيت صاير عمل. نط الصبي وقال له: ابشر أنا عندي الحل. كف مغيب حصة، وبعد شوي رجع وطل حامل بإيده من منتجات الدرة قنينة خل، وقال له: يا سيدي يا ريت من إيدي تتفضل، روح عبيتك كول وانبسط وتدلل. وبالفعل صار مثل ما قال الصبي، لأنه شهبندر التجار دائما بيختار الأفضل. وقبل ما أنهي الحلقة وفل نصيحة: خلي الدرة على سفرتك دوم لازم يضل. بالهنا والشفا يا صايمين، رمضان كريم.